هذا سائل يقول: هل يعذر عابد القبر بالجهل إذا تأكد جهله كأن يكون أعجميا؟ إيش؟ هل يعذر عابد القبر بالجهل إذا تأكد جهله كأن يكون أعجميا لا يقرأ القرآن؟ يسمع القرآن وترجمت معانيها الآن ووزعت بكميات كثيرة، فلا يعذر اليوم بالجهل، لأن وسائل الإعلام توسعت وصارت تبلغ المشارق والمغارب، ومسائل التواصل اللي يسمونها الاجتماعي أيضا، وسائل نشر الدعوة والتوحيد انتشرت، فلم يبقى لأحد عذر. نعم، إلا الميت اللي في قبره هذا انتهى، لكن حي ويعايش ما وقع الآن من وسائل الإعلام اللي بلغت المشارق والمغارب، القرآن يا أخي يسمع من المشرق إلى المغرب، هذه حجة الله قامت الآن على العباد، الله أقام الحجة على العباد، ما لحد عذر اليوم إلا من يعيش في عالم منقطع ما يسمع شيء ولا يصله وسائل الإعلام ولا يبلغه شيء، في مجاهل بعيدة، هذا هو اللي يعذر بالجهل. نعم، وهذا ما هو موجود الآن. الآن مسائل البث بلغت المشارق والمغارب، وادخلت المجاهل كل مكان، ورؤوس الجبال كل مكان، هذه حجة الله سبحانه وتعالى. نعم.